عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم عبد الله فضيل لقيادة مباراة نهائي الدوري الليبي الممتاز الجمعة القادم بين فريقي الاتحاد والأهلي بطرابلس على أرضية ملعب طرابلس، وهي المباراة الثانية التي يتولى خلالها الفضيل إدارة مباراة الديربي، حيث كانت الأولى خلال مرحلة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي. معلوم أن فريق الاتحاد قد توج بلقب البطولة ل16 مرة، بينما سبق للأهلي بطرابلس التتويج بها في 12 مرة. يواصل فريق الاتحاد تدريباته اليومية على ملعبه، وذلك ضمن استعداداته الجادة لمباراة الجمعة القادم والتي سيواجه فيها نظيره الأهلي بطرابلس لأجل حسم لقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021. التدريبات التي يقودها المدرب الوطني أسامة الأحمادي غابت عنها جماهير الفريق بسبب الحظر، ولكنها بالمقابل شهدت حضور جميع اللاعبين دون استثناء. وكان فريق الاتحاد قد بلغ الدور النهائي بعد ترشحه للدور الرباعي أولا عن مجموعته وفوزه على الأهلي بنغازي بهدف دون رد في مباراة الدور الرباعي التي احتضنها ملعب مصراتة. يواصل فريق الأهلي بطرابلس تدريباته اليومية على ملعبه، وذلك ضمن استعداداته الجادة لمباراة الجمعة القادم والتي سيواجه فيها نظيره الاتحاد لأجل حسم لقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021. التدريبات التي يقودها المدرب الوطني عماد الدهماني غابت عنها جماهير الفريق بسبب الحظر، ولكنها بالمقابل تميزت بحضور كامل لاعبيه دون استثناء. وكان فريق الأهلي بطرابلس قد بلغ الدور النهائي بعد ترشحه للدور الرباعي ثانيا عن مجموعته وفوزه على الأخضر بهدفين لهدف في مباراة الدور الرباعي التي احتضنها ملعب بنينة. قدم رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة محمد الشارف استقالته بسبب انتهاء المدة الزمنية المحددة من الفيفا وعدم رغبته في التجديد لإعطاء الفرصة للشباب لتقديم ما يفيد لكرة القدم الليبية. يذكر أن محمد الشارف قد تولى الإشراف على إنجاز عديد المهام، من بينها تنظيم الدورات التدريبية المحلية والإفريقية على مستوى ليبيا. Thank you.